فقلت الرفيق اللي غياب ذبحني لين لي مرني طاري هليت لي عبر لو انه مع الاموات ما هو مع الحيين نسيت وتناسيت كيف اخذ صبرا لكن أنا كيف بعذر من ترك في الحشا جرحين طعني بسكين الجفا عقبها العشرة لا جاه الخطا مني ولا جاه مني شين ولا قد ترددت ولا قللت من قدره رفيق عزيز أحبه محبة الأخ لأخيه وأعتبره تخاوتنا وياه في عسرها واللين وجا بيننا أخوات شرف طول الفترة وصلنا برفقتنا لحد أقرب أخوين سوات التوام تقارب وفى الفطرة أعده عضيدي فالحياة لقى العادين وأنا كنت عضده فالحياة فدا عمره ما كنت أتوقع يوم يقفي مع المقفين ولكن جاء اليوم الحزن والحسرة عسى الله يرد أهلي.